بالنسبة اليدين ديالنا أو الرجلين ديالنا، حنا كنعرفو بعدا أولا أننا حنا في الحجر الصحي، وفي الحجر الصحي كنغسلو يدينا خصوصا بهاد البلاء اللي نزل علينا ديال كورونا، يعني اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يرفعوا علينا في أقرب وقت. كنغسلو يدينا بزاف بالماء والصابون، كنستعملو بزاف جافيل، كنستعملو بزاف المحاليل اللي كيكونوا هذا فيهم الكحول يضغوا عليك، باش كنحاولوا نبسعوا علينا هذا الفيروس ونزولوه من يدينا. يعني يدينا كتعرض بزاف للغسيل، واللي كيؤدي ان البشره ديال اليدين كتنشف، وبعض المرات حتى الرجلين والقدمين، يعني كنحسوا باننا البشره ديالنا كتولي ناشفه بزاف، وبعض المرات كاع كتاثر وكتولي كتقشر. لهذا كي احسن حاجه انا بعدا شخصيا كنستعملها هي الفازلين، كنلقى راحتي فيها وكنحس بان البشره ديالي كترتاح فيها، خصوصا ملي كنهضر على البشره يعني ديال اليدين والرجلين يعني القدمين. بالاضافه الى ان الفازلين كتليق لينا حتى الضفار ديالنا، يعني هو واحد المكون اللي كانت عنده عده استعمالات ونتائج ايجابيه لا على اليدين ولا على رجلين ديالنا ولا على حتى الاظافر. يعني الماسك الاولاني اننا كنديروا الفازلين، كناخذوا واحد المعلقه يعني ديال الفازلين وكنخلطوها مع معلقه ديال السكر ونصف ملعقه ديال زيت جوز الهند، كنخلطوهم مزيان حتى كيتخلطوا كتولي عندنا كريمه، كنديروها في واحد الاناء اللي كنسدو عليه، وكنبقاو يوميا كنهزو القدر اللي خاصنا اللي كندلكو به يدينا مزيان وكندلكو به رجلينا مزيان، شو يكونش فيهم رجلين نقدروا اننا نعم. قلت لك هادي صالحه لليدين والرجلين في نفس الوقت. صالحه لليدين والرجلين لانهم كيكونوا كيعانيو من نفس المشاكل، لاننا حنا كنقلبوا دابا على الترطيب وتغذيه الجلد. هادي الحاجه المهمه فوالا، يعني كما قلت ملعقه الفازلين معها ملعقه ديال السكر، نصف ملعقه ديال زيت جوز الهند، كيتخلطوا مزيان ديروا واحد الاناء وكنبقاو نهزوا منهم ونستعملوه. هذا الماسك الاولاني. اللي ما عندوش فازلين يقدر يستعمل غير واحد الخليط ديال زيت الزيتون زائد زيت اللوز. زيت اللوز الحلو كلنا كنعرفوا بان هاد الزيوت بجوج بهم عندهم واحد المستوى مرتفع جدا من الاحماض الدهنيه، واللي كيساعد على ترطيب البشره وجعلها اكثر نضاره. يعني الا قدرنا اننا نخلطوا زيت الزيتون مع زيت اللوز ونبقاو ندهنوا بها يدينا ورجلينا قبل النوم، نقدروا ندهنوا خصوصا القدمين ونديروهم في واحد هذا الشراب اللي كنديروا نباتوا بهم، يعني تقاشر الصباح كتحسي براسك ان الرجلين ديالك عاتي راه كيولي ورطبين ولا الجلد ديالهم ولا حتى في الجناب ديال الاظافر. يعني كنلاحظوا خصوصا اننا دابا ما يمكنش لينا نمشيو نديرو مانيكور ولا بيديكور، ضروري كلشي خصنا نديرو بيدينا.